بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا ذكرنا أن المفتي ليس له أن يفتي في هذه المسائل، يعني هذا كفر وهذا لم يكفر، إلا إن كان يعلم لسان أهل البلد الذي يفتي أهله، أو الذين يتكلم المستفتي يعني طالب الفتوى السائل بلسانهم. واحد إجا من بلد معين إلى بلد آخر فيه مفتي، سأله سؤالاً عن كلمة أهل بلده، هذا الذي يسأل أهل بلده يفهمون منها معنى ليس كفرياً. أما المفتي فهذه الكلمة فيما يعرف من معناها أنها كفر، ومع ذلك ليس له أن يقول للسائل كفر القائل عندكم قبل أن يعرف ما معنى هذه الكلمة في ذلك البلد، في بلد المستفتي. يعني المفتي بده يعرف شو الألفاظ اللي بيستعملوها أهل بلد المستفتي، لأنه تتغير معاني هذه الألفاظ من بلد إلى آخر، فبدي يعرف اصطلاحات أهل البلد التي يتكلم القائل بلسان أهلها، لأنه أحياناً ببلد من البلاد في كلمة يقولها أهل هذا البلد معناها عندهم مدح، إذا أرادوا أن يمدحوا شخصاً يطلقون عليه هذه الكلمة. نفس الكلمة إذا قيلت في مكان آخر في بلد آخر معناها عندهم ذم. يعني لو واحد من أهل البلد الذين عندهم هذه الكلمة مدح ذهب إلى البلد الذين عندهم هذه الكلمة ذم فقالوها له، هم يريدون ذمه وهو بينبسط لأنه عنده يا مدح. ولو ذهب واحد من أهل البلد الذين عندهم هذه الكلمة تقال للذم إلى البلد الذين عندهم تقال هذه الكلمة للمدح، فأراد واحد من أهل البلد أن يمدحه فوصفه بهذه الكلمة، ذاك يغضب. فالمفتي إذا كان لم يحط علما بلسان قائل هذه الكلمات، يا مولانا فلان قال كذا، عندهم في بلادهم ماذا يفهمون منها، ما معناها عندهم، فالمفتي يلزمه أن يتبين أولا قبل أن يفتي، يتبين فيما يتعلق بفهم أهل هذا اللسان لهذه الكلمات، ما الذي يفهمونه من هذه الألفاظ قبل أن يقول هذا كفر أو لم يكفر، حتى لا يزل في ذلك فيزل معه غيره. مثلا كلمة مخ باللغة إلها معنى، عند أهل بيروت إلها معنى، العوام أهل بيروت إلها معنى، وعند عوام أهل طرابلس إلها معنى آخر.
المخ في اللغة، في لغة العرب، هو هذا الذي يكون داخل العظام. لما تعملوا ملوخية ونحو ذلك على عظام وتخبط العظم هيك، هذا اللي بينزل منها، هذا اسمه المخ في اللغة. أما عوام أهل بيروت فالمخ عندهم معناه الدماغ. بقول له وين مخك؟ أو إذا وصف إنسانا بقوله أنت مخ معناه أنت ذكي، فهمك واسع. لا يفهمون من هذه الكلمة إلا هذين المعنيين، وكثير منهم ما بيعرفوا شو معناها اللغوي، إنه هذا السائل الذي يكون داخل العظام ما لها معنى ثاني عندهم أو معنى ثالث. نفس الكلمة عند أهل طرابلس الشام تستعمل للذم الشديد. ما هي تسمعك واحد عم بتقول له أنت مخ، يعني هذا شيء يتعلق عنده كأنه يتعلق بالعرض، قد يصير فيه يعني سفك دم من وراء الكلمة، لأنهم ما بيفهموا منها إلا هذا المعنى. لا يعرفون من هذه الكلمة إلا هذا المعنى. وديش المسافة يعني بين بيروت وطرابلس؟ مسافة قليلة تعتبر، ومع ذلك فهم هؤلاء لهذه الكلمة تغير عن فهم أولئك. مثال آخر، كلمة العافية. العوام من أهل بلاد الشام ما بيعرفوا إلا معنى واحدا لها، يقول الله يعطيك العافية. شو يعطيك العافية؟ شو يعني العافية؟ الصحة والسلامة، أن تسلم من العلل من الأمراض. لذلك البعض يقول، يعني بعضهم يقول لبعض أعطاك الله العافية، هذا دعاء بخير يعتبرونه. نفس الكلمة روح لعند بعض أهل الجزائر أو غيرهم من بلاد المغرب، إذا قلت له الله يعطيك العافية ربما رد عليك بالشتم، ربما شتمك أو أكثر من ذلك، لأن العافية في لسان عوامهم تستعمل للنار. يعني عندهم الله يعطيك العافية يعني الله يعطيك النار، لا يفهمون منها إلا هذا المعنى. وهكذا يوجد كلمات وتعابير أخرى تختلف عند عوام أهل بلد عن ما هي عليه عند عوام أهل بلد آخر. طب المفتي اللي بينسأل، افترضوا مفتي من الجزائر، واحد سأله ما حكم من يقول الله يعطيك العافية؟ إذا بده يقيس على أهل عوام أهل بلده يقول له أعوذ بالله تدعو عليه بالنار. إذا كان ما بيعرف أو ما سأل، لو هو ما بيعرف بس يسأل في بلادكم ما معنى هذه العبارة؟ ليه؟ لأنه اللي عم يسأل من هذه البلاد التي معنى هذه الكلمة عندهم غير معناها عند بلد المفتي، عند أهل بلد المفتي. وأكثر الناس اليوم لا يعرفون اللغة الفصيحة ولا يتكلمونها. لو كانوا يتكلمونها فيما بينهم لاعتادوا عليها، لكن حتى فيما بينهم لا يتكلمونها. فالمفتي إن لم يراعي لسان أهل البلد الذي يطلب منه الفتوى يخطئ في جوابه، يخطئ في جواب، وربما قاد غيره إلى الضلال من غير قصد. بقول له هذا الذي تقوله ضلال مبين، يعني معنى هذا الكلام ينسحب على كل أهل تلك البلد، كلهم ضالون. فلو تبين، لو سأل هذا المفتي
لتبين له أن أهل البلد يطلقون هذه الكلمة على معنى غير المعنى الذي هو معناها في اللغة. هذه نحن بعد ما عم نحكي بالقاعدة الثانية، وبالرغم من أنه بعض الناس فهم كل ما ذكرناه وكل ما تقدم، يعني القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والأمثلة عليهما والشرح الذي شرحناه، لكن يبقى أن بعض طلاب العلم يواجهون إشكالا متعلقا بهذه القاعدة. يبقى عندهم إشكال، أخي أخذت قواعد مهمة، أخي سمعته 5 مرات، أخذته 5 مرات من فلان، من الشيخ فلان، من الشيخ فلان. طيب وين مشكلتك بفهم هذه القاعدة؟ يقول أنا لم أحط باللغة العربية ولا بغالبها علما، فكيف أنا بدي ميز إذا سمعت كلمة من إنسان هي عندي كفر، هي عندي كفر، هل لهذه الكلمة، شو بيعرفني انه هل لهذه الكلمة معنى اخر في اللغة او لا؟ طب انا سمعت من فلان كلمة، حكم هذه الكلمة عندي انها كفر، ولا ادري هل لها معنى اخر في اللغة او لا. فان لم اعرف ذلك ولم اميز، لا لم استطع ان اميز هل هذا الذي قاله صريح في المعنى الكفري الذي أنا فهمته من كلمته أو ليس صريحا، يعني هل الكلمة لها معنى آخر ليس كفريا وأنا لا أعرف، بهالحالة شو بحكم عليه؟ هذا الإشكال الذي يواجه بعض طلبة العلم، شو بحكم عليه؟ هذه كلمة أنا ما بعرف لها إلا معنى واحد هو المعنى الكفري، لكن احتمال يكون لها معنى آخر، يعني صار عنده احتمال أن يكون لها معنى آخر ليس كفريا. فقال لمن نطق بهذه الكلمة أنا لا أعرف لها معنى إلا كذا، وهذا المعنى كفر، فإن كان هذا هو المعنى الذي تفهمه من الكلمة عليك أن تتشهد لتدخل في دين الإسلام. يعني إن كانت الكلمة التي أنت قلتها بحسب لسانك وطريقة كلام أهل بلدك ما إلها إلا معنى واحد وهذا المعنى الكفري اللي أنا بعرفه، ففي هذه الحال أنت كفرت، يجب عليك أن ترجع إلى الإسلام بالشهادتين. أما إن كنت تظن أن لها أكثر من معنى عندكم، بعض معانيها كفر وبعضها ليس كفرا، وقصدت المعنى الذي هو ليس كفرا، في هذه الحالة لا تكفر. يعني بالأصل اللي عم ينسأل ما بيعرف إنه إلها معنى تاني، ما بيعرف إلا إنه إلها معنى كفري، يعني بالنسبة إله صريحة هذه الكلمة، لكن قال لك هيدا من ضيعة كذا أو من مدينة كذا أو من بلد كذا، في احتمال إني بيفهموا منها معنى غير اللي إحنا بنفهمه، غير المعنى الذي هو معناها في اللغة اللي حكم قائله أنه، يعني قائل هذه الكلمة أنه يكفر، فبده يجاوبه وما بيعرف إذا لها معنى تاني ولا لا. شو بقول له؟ بقول له إذا كان هذه الكلمة بالنسبة للسان أهل بلدكم ما لها إلا هذا المعنى الكفري فقائلها كفر، ولو قال أنا قصدت معنى آخر لأنها صريحة بالكفر وهو يعرف أن لها هذا المعنى الكفري فقط. أما إن كان أهل البلد عندكم يظنون لها معنى آخر
فالذي قالها قالها على المعنى الآخر الذي هو ليس كفرا، عند ذلك لا يتم. يعني ما بده الواحد يتكركب ويبلش يعمل اتصالات ليل نهار، ما بيراعي فلان نايم، فلان منه نايم، فلان مريض، فلان منه مريض، دخيلكم خلصوني. تعلم القاعدة يا أخي، تعلم القاعدة. أنت بالنسبة لك هذه الكلمة صريحة بالكفر، وهي صريحة، لكن قائلها بيفهم هذا المعنى الكفري ولا ما بيفهمه؟ بيعرف أنه إلها هذا المعنى الكفري؟ طب خلينا نقول بيعرف، لكن هل يظن أنه إلها معنى آخر منه كفري ليس كفريا؟ نعم. فإن أراد ما المعنى الكفري كفر، وإن أراد ما يظنه معنى آخر للكلمة وهو ليس كفرا لا يكفر، لكن ينبه يقال له هذه الكلمة ما لها إلا المعنى الكفري، ما بقى ترجع تقولها. قلت لكم مرة سئل الشيخ عن كلام أهل بلد في سوريا، ضيع قرية في سوريا، يريدون تعظيم الله فيقولون سبحان المقيم، يقولون سبحان المقيم. المقيم ليس من أسماء الله، والمقيم هو عكس المسافر، فلان مسافر فلان مقيم. الشيخ قال أهل البلد يقولونها، هؤلاء لا يفهمون منها إضافة الإقامة إلى الله التي هي عكس السفر، ما بيفهمون هذا المعنى. قال لعلهم يفهمون منها، يعني يظنون أن معناها سبحان الذي أقام فلانا في هذا المكان، وأقام فلانا في هذا المنصب، وأقام فلانا في هذه الناحية، لعله هيك بيظن معناها. لا يسمى الله مقيما. فالشيخ ما كفره، ضيع بيستعبدوا هالكلمة. فهذه الطريقة اللي فهم هذه القاعدة فيه اتبع هذه الطريقة حتى يعرف بإيش بده يحكم على من نطق بكلمة هي عنده، يعني عند السامع، عند اللي بده يحكم كفر، لكن مع احتمال، يعني هو بيعتقد انه هذه الكلمة كفر، بس برضو عنده احتمال انه يكون إلها معنى آخر لا يعرفه هو، هو ما بيعرفه. الشيخ سئل مرة، كنت موجود، عن واحد مثلا عم يعمل معصية كبيرة، يشرب خمر أو يزني أو شيء من هذا القبيل، فنهي عن ذلك، قالوا له أنت تقع في كبيرة، أنت تقع في كبيرة، أنت عم تشرب خمر. فقال معلش الله تعالى يسامحنا. قال معلش الله يسامحنا، الله يتوب علينا. قال الشيخ ما معنى معلش؟ إن كان يفهم منها ما علي شيء يكفر لأنه يكذب الدين. فبعض القاعدين صار يقولوا نعم مولانا هذا معناها ما علي شيء. قلت له مولانا ليس هذا معناها عند الكل، بعض الناس يقولها ويفهم منها معليش يعني كلامك على راسي، لكن أنا الآن لا أريد أن أترك هذا العمل، أنا مقتنع بكلامك، أنا أوافقك على كلامك، معليش لكن تركني هلأ، معليش عليك أنت محق لكن الآن اتركني، هيك بفهم منها. فكيف نكفره؟ قال للشيخ إن كان يفهم من هذا لا يكفر.
هذا الذي ذكرناه يتعلق بالنسبة للحكم بالكفر أو عدم الحكم بالكفر. يعني اللي قلنا هلا إنه طيب واحد بيعرف إنه هذه الكلمة معناها كذا وهذا المعنى كفري، فسمعها من شخص عنده احتمال إنه هيدا الشخص يريد منها معنى آخر لأنه لا يعتقد المعنى الكفرية، أو قد تكون بلهجته بلغته عنده يظن لها هذا المعنى فقالها بناء على ما يظنه معنى لها. ففي هذه شو بدي أحكم عليه؟ بقول هذا كفر؟ ما في يقول كفر هيك، وما في يقول بالمرة ما كفر لاحتمال أنه أراد المعنى الكفري. فبقول له إن كنت تفهم من هذه الكلمة التي قلتها هذا المعنى الذي هو كفري فعليك أن تتشهد للرجوع للإسلام. أما إن كنت تظن أن لها معنى آخر ليس كفريا، علما بأن هذه الكلمة من حيث اللغة لها المعنى الكفري، لكن أنت تظن أن لها معنى آخر، مش قصدت معنى آخر، مش إنه بتعرف هيك معناها وقلت لا، وإن كان هيك معناها بس أنا طالع بالي أقصد معنى آخر، هذا لا يخلصه من الكفر. أما إن كان يفهم منها معنى آخر ليس كفريا فلا يحكم بكفره، بل يبين له ويعلم. إلى هنا واضح؟ نكون خلصنا الكلام على القاعدة الثانية. لاحظت صرنا من أول رمضان، هلا حنودع رمضان 5 أيام يمكن، بعدنا بالقاعدة الثانية، لأنه هذا الأمر بده تبسيط وبده تفصيل. فهنيئا لمن تابع هذه الدروس وفهمها. قال الشيخ رحمه الله: الفهم الصحيح خير ما يؤتاه الإنسان. طيب، ننتقل إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: من اعتقد ما هو كفر بالإجماع، من اعتقد ما هو كفر بالإجماع أو فعل فعلا مجمعا على كونه كفرا، أو تكلم بكلمة صريحة مجمع على كونها كفرا، لا ينفعه التشهد مع الشك في الحكم. الشك بالحكم شو هو؟ يعني الشك بالحكم مش شك هل أنا كفرت ولا مش ما كفرت، شك هل هذه الكلمة كفر ولا منها كفر، هل هذا الفعل كفر ولا منه كفر، هل هذا الاعتقاد كفر ولا منه كفر. اعتقاد فاسد هو كفر بالإجماع، فعل فاسد هو كفر بالإجماع، كلمة صريحة بالكفر مجمع على أنها كفر. فإذا الشخص خاف منها، خاف حصل عنده مثل هذا الاعتقاد أو فعل مثل هذا الفعل أو تكلم بمثل هذا الكلام وما بيعرف شو حكمه، منه ما بيعرف شو حكمه، منه جازم إنه هذا كفر، عنده احتمال، فتشهد وهو شاكك بحكم هذه الكلمة وهي كفر بالإجماع ما في خلاف، فلا ينفعه التشهد، فلا ينفعه التشهد، لأنه عنده شك إنه هذا الذي اعتقده أو فعله أو نطق به هل هو كفر ولا لا، شاكك.
إذا واحد اعتقد أن الله تعالى له صفات الخلق المخلوقات وشك هل هذا الاعتقاد كفر ولا منه كفر، فتشاهد هو بعده شاكك، بعده اعتقاده هو ذاته، فلا ينفع التشهد. واحد داس على المصحف عمدا يعرف أنه المصحف وشك هل هذا الفعل كفر ولا منه كفر، فتشاهد فلا ينفع التشهد، بده يجزم أنه هذا كفر. شو يعني شك؟ يعني لو واحد سأله الدوس على المصحف مع علم الشخص أنه هذا مصحف ما حكمه؟ قالوا يمكن كفر يمكن منه كفر. أعوذ بالله، من شك في حكم من يفعل ذلك أو من شك في حكم هذا الفعل بأنه كفر يكفر. اللي بيحصل عنده شك هل هذا الفعل كفر ولا منه كفر وهو مجمع عليه أنه كفر كفر كفر، أو كلمة صريحة بالكفر هو بيعرف معناها، شك هل حكم هذه الكلمة أنها كفر ولا لا، فراح تشاهد. وهو بعد منه عارف منه يقين على يقين شو حكم هالكلمة، شاكك هذه كفر ولا منها كفر. لو تشاهد 10,000 مرة ما بينفع هذا التشهد، لا ينفعه هذا التشهد. ليش؟ لأنه إذا كان هذا حاله معناه أنه هذا الإنسان ما بيعرف الفرق بين الكفر وبين الإيمان. يعني إذا واحد يعتقد أن الله جالس على العرش وشك هذا الإنسان هل هذا الاعتقاد كفر ولا منه كفر، فراح تشهد. هو بعد ما أخذ جواب ما صار عنده اعتقاد جازم أنه هذا كفر، ما بينفع التشهد، لا ينفع هذا التشهد. فالذي يلزمه أن يتشهد للتبرؤ من الكفر، يعني أن يعتقد أن هذا الكلام صريح بالكفر، كفر صريح، أن هذا الاعتقاد كفر، أن هذا الفعل كفر، ويتشهد جزما حتى يخلص منه. بده يجزم انه اللي وقع فيه كفر. شخص مرة كنت انا والشيخ جميل صقر والحاج نزهة عدنا نشرح له ونعلمه شي ساعتين ونص، وقلنا له تشهد، فتشهد. بعدين الحاج رحمه الله سألته تعرف شو يعني تشهدت انه انت كنت على الكفر وهلا التشهد ترجع الى الاسلام؟ قال له لا، ليش انا كنت كافر؟ فهذا التشهد ما نفعه لانه لم يعتقد جزما كفر الكفر فيما كان يعتقده اللي هو بالاجماع كفر. مثل اللي بيسب رب العالمين بيقولوا تشهد، يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول له بس أنت قبل ما تتشهد كنت على الكفر كنت كافر. ليه كيف كنت كافر؟ شوف هويتي، أنا حافظ صورة كذا صورة كذا، هيك بقول لك أنا تلميذ هيدي المدرسة الإسلامية. ما بيعتبر حاله على الكفر، هذا التشهد ما نفعه ما نفعه. مش بس هذا بالصريح بالكفر، حتى الكلام اللي هو منه صريح بالكفر قد يقول الشخص كلاما غير صريح بالكفر. يعني إله معنيين، مثلا شو أعطينا مثال نحن؟ الصلاة على النبي مكروهة، في لها معنى كفري اللي هو يقول أراد بالنبي محمد مثلا، ومعنى غير كفري أراد بالنبي الأرض غير المستوية مرتفعة المحدودبة مكروه الصلاة عليها.
لكن هذا لما قال الصلاة على النبي مكروهة ما بيعرف أنه إلها معنى باللغة العربية بكلمة النبي إلا النبي محمد والنبي موسى وعيسى وهيك. فهذا ما باللغة ما بيعرف الله إلها المعنى، وقال الصلاة على النبي مكروهة. هذا بتقعد تسأله ماذا قصدت؟ بالنسبة له هذه العبارة صريحة بالكفر، وتكلم بلفظ صريح بالكفر بالنسبة له، لأنه ما بيعرف أنه إلها معنى تاني من كفري. فمثل هذا ما بتسأله شو قصدت، ما بتسأله شو قصدت. بس لنقرب المعنى، نعطي مثال آخر عن غير موضوع التكفير هذا. اثنين، كل واحد قال لزوجته أنت طالق، أحدهما طلقت زوجته، الثاني ما طلقت زوجته. ليش؟ لأن أحد هذين عنده علم متمكن في العلم اللغة وعلم النحو، فبيعرف أنه كلمة طالق ما لها معنى باللغة العربية. فلما قال لزوجته أنت طالق، بيعرف أنه هذا منه طلاق، منه إيقاع طلاق هذا، لأنه باللغة يقال طالق لا يقال طالق، فلم تطلق زوجته. الثاني عمي عنده طالق وطالق مثل بعض معناهم، فقال لزوجته أنت طالق، طلقت. شفتوا شو الفرق؟ هذا الذي تكلم بلفظ له ليس صريحا بالكفر له أكثر من معنى باللغة، لكن هو من معانيه ما بيعرف إلا المعنى الكفري، فبالنسبة له صار هاللفظ صريح بالكفر. لا يسأل هل قصدت معنى آخر، يقول لك ليش في معنى ثاني للكلمة، إذن يحكم عليه بالكفر. يعني الواحد إذا وقع بكفر يقال له إيش؟ تشهد للخلاص من الكفر والرجوع إلى الإسلام. فهذا إذا قلت له تشهد ما بيعرف إنه بده يتشهد شهادة يتبرأ بها من الكفر، ما يوضع عنده الاعتقاد الكفري، يعتقد إنه كان واقع بالكفر لما حصل عنده هذا الاعتقاد. أما إذا بعده بيعتقد حاله مسلم مع الاعتقاد الفاسد اللي عنده، مع الكلمة الكفرية الصريحة اللي قايلها، مع الفعل الكفري المجمع على أن فاعله كافر، وما بيعتقد أنه حصل منه كفر، ما نفعه هذا التشهد، ما نفعه هذا التشهد. بعضه عم بيقول هذا الذي كنت أقوله ليس كفرا، هيك معنى كلامه، لا يخرج صاحبه من الإسلام. فالتشاهد باللسان مع فساد الاعتقاد بالقلب لا ينفع، لا ينفع صاحبه. المشبهة مع دون اعتقاد فاسد قد يتشاهدوا كم مرة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بنية التبرؤ من هذا الاعتقاد اللي بيقولوه، فلا ينفعه هذا التشهد. واحد ما بيعرف أن تشبيه الله بخلقه كفر، وهذا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأن هذا في نفي للصفات الواجبة لله 13 بالأصل، حتى لو كان قريبا بإسلام. إذا الشخص شك في قدرة الله على كل شيء، ما هذا لا يعذر بكونه قريبا بإسلام. فلو تشهد وهذا الشك كان ما زال في قلبه ما بينفع التشهد.
أو واحد يعتقد أن الاستهزاء بالله أو الاستخفاف بالله لا يتعارض، لا ينافي تعظيم الله. إذا واحد قال له شيء نكتي فيها استهزاء بالله، هذا ما بيتعارض مع تعظيم الله. هذا بيعرف يميز بين تعظيم الله على الحقيقة، بين التذلل لله، وبين الذم، وبين نسبة القبيح إلى الله، نسبة الصفات التي لا تليق بالله إلى الله. ما بيعرف يميز، كيف بده يصح منه إيمان هذا؟ ولو تشهد شخص، انتبهوا له، ولو تشهد شخص للتبرؤ من كل كفر إن كان حصل منه. واحد قال الشهادتين بنية إنه إن كان حاصل مني كفر، أي كفر أنا أتبرأ منه بهاتين الشهادتين. ليه؟ لأنه خاف إنه يكون حاصل منه كفر، خايف يكون حاصل منه كفر، واقع بكفرية من غير أن ينتبه، فتشهد للخلاص من أي كفر إن كان هو واقع فيه، إن كان واقعا به لكونه عنده احتمال خايف. ثم بعد مدة من تشهده تأكد تيقن إنه إيه كان حاصل منه قبل تشهده كفر. بالأصل منه نذكر، لكن عنده احتمال خايف يكون عنده هذا الحاصل منه هذا الأمر فتشهد. بعد فترة تأكد لا أنا حاصل مني، فهل يلزمه تشهد ثاني من بعد ما تيقن انه ايه كان حاصل انه كفر، او بكفي التشهد الاول، او يكفيه التشهد الاول؟ هون الحكم يختلف باختلاف حال الشخص، بدنا ننتبه لها، بدنا ننتبه لها منيح. هاي قد يقول لك شخص وخلص يكفي هذا التشهد، لا مش دايما. خلينا نرجع نعيد، لو واحد خايف يكون واقع بكفر ما مذكر شو هو، ما مذكر، فتشهد للتبرؤ من كل كفر إن كان حاصل منه، لأنه خايف إنه يكون وقع في الكفر بدون ما ينتبه. من بعد ما تشهد مرقت مدة من هذا التشهد، ذكر فتيقن انه ايه كان حاصل منه كفر هو قبل ما يتشهد، فهل يجب عليه ان يتشهد مرة ثانية من بعد ما تأكد انه كان حاصل منه كفر، او يكفيه التشهد الاول؟ الحكم قلنا على حسب حال الشخص، يختلف الحكم باختلاف حال هذا الشخص. فإن كان لما هو تشهد بنية التبرؤ من كل كفر، قلنا رجع تأكد أنه هو كان واقع بالكفر، ما هيك؟ إذا كان لما تشهد بنية التبرؤ من الكفر كان بيعرف حكم المسألة أنه هيدي كفر، كان بيعرف حكمها، كان قايل كلام فيه كفر وراح من باله انه قايله هالكلام، بعد مدة صار عنده خوف انه لعله هو بالكفر، فتشهد بنية التبرؤ من الكفر وكان تعلم حكم تلك المسألة. من بعد ما تشهد بمدة تذكر انه اوف ايه انا كنت قايل هالكلمة اللي هي كفر، بس انا تعلمت حكمها وانا اعتقد انه هي كفر. فلما تشهد بنية التبرؤ من كل كفر إن كان حاصلا منه تكفي هذه الشهادة.
كفاه هذا التشهد الأول. ليه؟ لأنه بقلبه متبرئ من الكفر، كاره للكفر، لا يريد أن يكون على الكفر. فلما تشهد للتبرؤ من الكفر نفعه هذا التشهد، لأنه بعد ما تيقن أنه كان وقع بمسألة، بس هو كان بيعرف حكمها، كان بيعرف، بس لو كان مذكر أنه هو وقع فيها كان تشهد عنها جزما. ليش ما تشهد عنها جزما؟ هو بيعرف حكمها، لأنه نسي أنه وقع فيها، نسي أنه وقع فيها. فبهذا التشهد الذي نوى به التبرؤ من كل كفر صار مسلما، فلا يحتاج أن ينطق بالشهادتين بعد أن تذكر أنه واقع في تلك المسألة. أما إن كان تشهده في حال جهله بكون المكفر الذي حصل منه كفرا، يعني لما تشهد للتبرؤ من الكفر ما كان بيعرف أنه المسألة اللي وقع فيها حكمها أنه كفر، ورجع تذكر أنه هو وقع فيها وعرف أنه هي كفر، ما نفعه ذلك التشهد الأول. من بعد ما عرف حكم المسألة يلزمه أن يتشهد للخلاص منها. بلشنا الأمور عم واضحة. يعني في عندكم حالتين، واحد خاف أن يكون وقع بالكفر فتشهد التبرؤ من الكفر، جهد بعد مدة أكد وتذكر أنه كان وقع بمسألة فيها كفر. السؤال، لما تذكر أنه كان وقع بهالمسألة كان بيعرف حكمها قبل ما يتشهد للتبرؤ من كل كفر ولا ما كان بيعرف حكمها؟ إذا كان بيعرف حكمها ولا يرضاه لنفسه، فلما تشهد للتبرؤ من الكفر نفعه هذا التشهد. إذا ما كان بيعرف حكمها لما تشهد ثم عرف الحكم بعد ذلك، التشهد هذا ما نفعه، يحتاج إلى تشهد آخر بعد أن صار يعرف الحكم لأنه وقع فيها. وضحت؟ مات على الكفر. إذا الشخص يعتقد اعتقادا كفريا هو مفكر حاله مسلم ومات قبل أن يعرف أنه واقع بالكفر، ومات على الكفر. لو تشهد من التبرؤ من كل كفر، من كل كفر هو يعرف أنه هذا كفر، بس إذا ما بيعرف أنه هذا كفر بشو عم يتبرأ؟ إذا بعده بيعتقد منها كفر. يعني المجسم المشبه إذا كان على فراش الموت وتشهد للتبرؤ من كل كفر وبعده بقلبه بيعتقد التجسيم، بيكون خلص من الكفر، بيكون مات على الكفر. هذا هو القصة، مش عاطفية، بحب يموت على الإسلام، مش قصة أنا بحب موت على الإسلام وبس، أنا بحب الأنبياء، مش بس هيك. بدك تجتنب ما يخرجك من الإسلام. فإن كان الشخص خرج من الإسلام بنوع من أنواع الكفريات بده يرجع للإسلام بالشهادتين، ولا يعيده إلى الإسلام إلا الشهادتين. عشان هيك إذا واحد مثلا كان نصراني وبده يسلم، إجا لعندك قال لك علمني كيف بدي أدخل بالإسلام، أنت شو بتعرف النصارى يعتقدون؟ يعتقدون المسيح ابن الله، يعتقدون أنه الصليب، يعتقدون أنه مريم، يقولون يا أم الله. فتعرف هيك انت انه هذا اعتقاداتهم،
تطلع بهالشخص هذا بتقول يا ترى لو أنا قلت له الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله واكتفيت بهذا أنا، هل بيفهم من كلامي إنه المسيح ليس ابنا لله، أن مريم ليست الله تعالى منزع أن يكون له ولد أو يكون له أم؟ بيفهم هذا التنزيه ولا ما بيفهمه؟ إن كان ما بيفهمه إلا أن أشرح له، بشرح له بأخصر طريقة، بأخصر كلام، بأقل كلام، بحيث إن تشاهد يكون تشاهده نافع له. ما أقول له اليوم بعطيك جزء من هذا الدرس، بكرة تعال بعطيك جزء، هو قال لك علمني كيف تدخل الإسلام. فإن كان يفهم من قولك له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى التنزيه كاملا، تكتفي بهذا، وإلا تعطيه القدر الذي يحتاجه ليتصح منه الشهادتين. وضحت؟ نقف هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا اليوم نحن بدأنا بالقاعدة السادسة، بدكم تركزوا معنا ورجعوا اسمعوا الدرس هذا على اليوتيوب مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ما عم بالغ، اللي بده يتعلم هيك بيعمل. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.